في مثل هذا اليوم من عام 2012 أعطى جلالة الملكية الانطلاقة الفعلية لتعميم نظام المساعدة الطبية راماد على كافة جهات المملكة، بعد أن لقي هذا النظام نجاحا على مستوى جهة تدلى الظلال سنة 2008. هو نظام صحي اعتمد بهدف مساعدة السكان المعوزين وذوي الدخل المحدود بضمان مجانية ولوجهم للخدمات الصحية المقدمة من طرف المستشفيات والمصالح الصحية العمومية. الناس اللي كيستافدوا من الرامد وتوصلوا بالبطائق ديالهم حوالي 3 مليون ديال الناس، اكثر من مليون اسره كنعتقد، والتجربه لحد الان الحمد لله ناجحه ومقدور عليها من الناحيه الماديه، ونحن نسير في اتجاه يعني ان تعم اكبر عدد ممكن من المواطنين الموجودين في وضعيه الهشاشه. إلى جانب الإنجازات المهمة التي حققها هذا النظام من أجل توفير عرض صحي متكافئ ومتوازن للفئات الفقيرة والهشة، فقد تم رصد مجموعة من النقائص. ما راضينش على يعني الخدمات الصحية المقدمة على الصعيد الوطني والتعزيز ديالها والتوزيع ديالها، لأن هذا نظام يعني سياسة القرف هذا النظام هي للأسف ما عندناش جميع الإمكانيات على الصعيد الوطني. النقطة الثانية من السلبيات هي الأدوية، فهذا النظام خصنا نعطيو الادويه لهاد الناس، يا للاسف واخا الوزاره دارت مجهود جبار، يعني 2011 كانت الوزاره على الصعيد الوطني تشري 675 مليون درهم فقط الادويه على الصعيد الوطني، منين بدا النظام من المساعده الطبيه 2012 شرينا مليار و400 مليون درهم، وهذا العام سنه 2013 شرينا جوج المليار و200 مليون درهم، يا للاسف واخا يعني من ناحيه الكم الادويه كاينه، الادويه للاسف ما تتوصلش كلها للمواطنين. بلغة الأرقام يقدر عدد الساكنة المستهدفة من قبل هذا النظام ب 8.5 مليون شخص، وقد فاق عدد البطائق الصحية المسلمة لغاية فتح من مارس أكثر من 1,216,000، أي ما يفوق 40% من الساكنة المستهدفة.